بلادي يا إمارة الحنين، فيك زايد حيلة وسط الكفن، في خليفة فاخري حامل عرين، الشجاع ابن الشجاع المؤتمن. يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا إمارة الحنين. نحبك بابا خليفة، نحب بابا خليفة. إلى خليفة الخير ونائبه وولي عهده وحكام الإمارات، وترجمة حبنا إلى عمل وتضحية وتفاني في خدمة وطننا المعطاء، فيا رب احفظ قائدنا. شكرا شمو الشيخ خليفة على كل ما قدمه لنا وتقديره وحبه لشعبه، وإن شاء الله نحمي وطننا في الأيام القادمة. بابا خليفة شكرا لأنك حققت إنجازات ما حققها أي شعب، شكرا لأنك بنيت جيل ما في مثله، شكرا لأنك ساندت كل ضعيف، شكرا لأنك وفرت أشياء ما تتوفر. أنا طالبة عاشة جمعة، أحب أشكر الشيخ خليفة لأنه فخر الإمارات ولأنه أسس المستشفيات والمدارس وكل سبل التعليم وسبل الحياة والاستقرار والأمن والأمان، وفي المستقبل إن شاء الله نستوي مهندسين أو مخترعين نكون فخر الدولة وتكون الدولة دائماً المركز الأول. أشكر الشيخ خليفة على كل ما فعله لنا وما وفره لنا من أجهزة إلكترونية للتعليم، فهو يستحق لقب والدنا خليفة. شكراً الشيخ خليفة. يا من غرس حب العلم فينا يا شيخنا خليفة، أنت قدوتنا، أنت بابا خليفة. شكرا بابا خليفة على كل ما فعلته لنا وحرسته لنا وطال عمرك وحفظك الله
وأشكرك على كل ما بذلته لنا وطال بعمرك يا بابا خليفة. شكرا بابا خليفة على كل شيء. شكرا على حبك لشعبك من الإمارات. شكرا. بمناسبة العيد الوطني 45 لدولة الإمارات العربية المتحدة، أردت أن أقدم تهانية من القلب لدولة الإمارات وعلى رأسها الشيخ خليفة، أدام الله صحته وأطال في عمره. نشكر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان على كل ما يقدمه لنا، فهو فخر واعتزاز للوطن. شكرا بابا خليفة على كل ما تقدمه لنا، ونحن لنا كل الفخر والاعتزاز بأنك رئيسنا ووالدنا. شكرا بابا خليفة لنا قدمت لنا كل شيء. أحبك بابا خليفة. أنا اسمي سارة من مدرسة المنار صف سابع. حاب أقول حق الشيوخ وشيخ خليفة بالذات، صاحب السمو شيخ خليفة بن زايد آل نهيان وحكام الإمارات، أشكركم على كل ما فعلتم لبلادنا الحبيبة. أنا طالبة عاشة يوسف. شكرا لك يا أبونا خليفة على جهودك، ونحن نفتخر ونعتز بك لأنك أبونا وستبقى في القلب. أنا طالبة سارة أحمد من مدرسة المنارة النموذجية. حبيت أهني اليوم شعب الإمارات، كل عام والإمارات هي بخير. أنا شمة محمد من مدرسة المنارة النموذجية للبنات. حبيت أشكرك يا شيخ خليفة لأنك قدمت لنا كل شيء وما قصرت علينا بولا شيء. شكرا بابا خليفة على كل ما فعلته لنا. اسمي غاية عارف. أنا الطالبة علي أحمد وأقدم رسالة إلى الشيخ خليفة، أشكرك يا بابا خليفة. شكرا بابا خليفة.